أهلا بكم من جديد. شاب لم يتجاوز عمره 28، معاناة بلده طبعت في وجدانه حلما بأن يوصل رسالته للعالم ويلقي الضوء على ما يتعرض له أطفال وطنه في بلاد الشتات. عبد الهادي خليل الركاب هو مخرج سوري شاب ألف وأخرج فيلم تائهون، وهو معنا الآن عبر سكايب من الأردن. أهلا وسهلا بك عبد الهادي. خير أنا بدر لك ولجميع المشاهدين الأعزاء. أهلا وسهلا فيك عبد الهادي. بداية، كيف جاءت فكرة الفيلم ولماذا اخترت تائهون كعنوان لهذا الفيلم القصير؟ حقيقة اخترت عنوان هذا الفيلم أو قصة هذا الفيلم بسبب الوضع المأساوي الذي يعيشه الأطفال السوريين، بسبب المأساة التي تعرضوا لها في بلدان اللجوء أو إن كان داخل سوريا. جميعنا نرى كل يوم الأطفال بلا مقاعد بلا دراسة. المعاناة تفرض علينا دائما أن نكون بجانب هؤلاء الأطفال. أما فيما يخص اسم تائهون، العنوان الذي تم اختياره للدلالة على ضياع هذا الجيل والدلالة على فعلا أنه تائه في مستقبل غامض بلا دراسة. نعم عبد الهادي، ابقى معي، دعونا نشاهد مقاطع من الفيلم ثم نعود لاستكمال النقاش مع المخرج عبد الهادي الركب. نشاهد. شاهدنا جزءا من الفيلم عبد الهادي. الفيلم نحن ما عرضنا الفيلم كله، ولكن الفيلم يبدأ بالكلام ثم يخيم عليه الصمت، وكما رأينا طفلا يبيع الكتب على الرصيف. هل هذه قصة حقيقية؟ في البداية الفيلم كما تحدثت لم يعرض كاملا. القصة نراها كل يوم، إن كان في سوريا، إن كان في لبنان، إن كان في الأردن، جميعنا نرى هذه القصة اليومية التي تحدث على أرصفة الشوارع. نعم رأيت بأمي عيني هذه القصة التي دعتني إلى أن أقوم بتسجيلها وتحويلها إلى سيناريو كامل وتحويلها إلى فيلم قصير. كما تحدثت أيضا أنه بدأ بالصمت وينتهي بالصمت أيضا، لعله يتم تصحيح هذا الوضع. يعني الفيلم أول الفيلم كان هناك كلام لطفلة تطمح أن تكون جراحة قلب، ثم رأينا فترة من الصمت، شاهدنا الطفل، شاهدنا معاناة الطفل، ومن ثم انتهى الفيلم بأيضا يافطات مكتوب عليها طبعا عبارات وصوت المعلق الذي يقول شعرا أشبه بالشعر الحر أو بالكلام المنثور. لماذا اخترت أن يكون الترتيب على الشكل التالي في هذا الفيلم؟ نعم صحيح، بدأ بتلك الفتاة التي تحلم وتطمح بأن تكون جراحة في يوم ما. هي كانت ترسم لهذا المستقبل بينما هي في مخيمات اللجوء، ثم أطبق الصمت. نعم الدلالات كثيرة، أو هذا السؤال لم يسألني أحد في كل اللقاءات السابقة، وهو مدلولات الفيلم. عندما بدأت في كتابة السيناريو حرصت كل الحرص أن يكون لكل مشهد دلالة معينة. عندما كسر الطفل تلك الخشبة التي يبيع عليها الكتب رغم أنها هي المصدر الوحيد للرزق وللقوت،
دلالة على سنشاهد هذا المشهد لاحقا، أنه كيف كسر الطفل هذه العلبة التي تحوي الكتب ويعني يسترزق منها. سنسأل عن هذا المشهد، ولكن الآن أخبرني عن هذه التراتبية. هناك الكلام ثم الصمت ثم كلام المعلق والكلام عبر اليافطات. بدأت بكلام الطفل للدلالة على مباشرة الفيلم، وعلى دلالة على موضوعي، على موضوع الذي يطرحه. ثم بدأ بالصمت ليخبر بقصة الطفل الذي يدور حوله الفيلم. انتهى بالأشعار، لأن هذه القصيدة للراحل الكبير نزار قباني هي رسالة لأمي، أو خمس رسائل لأمي. هي قصيدة تحمل كل المدلولات الفيلم، وتعبر عن مكنوناته. تحمل المشاعر، الوجع والألم بسبب الغربة التي تعرض لها جميع السوريون، بالإضافة إلى أنها تحمل أمنيات الأطفال وتحمل آمال كبيرة على حجم الذكريات الجميلة التي تمتعون بها. عندما قال عندما أتى بعروسة السكر في ختام الفيلم، هي ذكريات جميلة يتمناها الأطفال أن تعود لهم بحجم الآمال والطموحات التي يتمنونها أن تحصل في المستقبل. ثم انتهى باليافطات أيضا لأؤكد للدلالة على كل الرسالة التي وضحتها، وهي طلب العلم وطلب الدراسة ومواصلته للأطفال. يعني تشعر كأنه بدأ بحلم وانتهى بحلم أيضا. نعم تمام، هذه الرسالة. نعم. طيب، مدة الفيلم تقريبا هي 4 دقائق فقط، هل تراها كافية لأن توصل رسالتك للعالم؟ كان هناك جدل بيني وبين نفسي على مدرب الفيلم. خرجت بالنهاية لأنه يكون قصير، لأن الأفلام المعتادة التي تصور هذا الواقع وتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي جميعها قصيرة. تعلمين بأن بعض المشاهدين أو بعض الجماهير لا يحب الإطالة، يحب الاختصار ويحب الرسالة في أقصر مدة. لذلك تم تصوير الفيلم بهذه المدة. دائما الفيلم يصل برسالته بمغزاه، وليس بالمدة التي يصور بها، برأيي طبعا. نعم، ابقى معي، دعونا نشاهد مقطعا آخر من فيلم تائهون، وسنعود لاستكمال النقاش مع المخرج. حديثنا مع مخرج الفيلم عبد الهادي. شفنا هذه نظرة الحزن والانكسار في نفس هذا الطفل، وكان يعد يعني عم بيعد المصاري، بذات الوقت كأنه حاسس أنه ما لهم أي قيمة، ثم يذهب إلى بيته ويرمي هذا الصندوق. هل يرمي بأوجاعه؟ هل يرمي بمعاناته بمجرد أن رمى الصندوق؟ ثم يتطلع إلى السماء، هذه نظرة الأمل. نعم. عندما كان في الحديقة وكان يعرف تلك النقود التي جمعها وحصلها عن طريق البيع اليومي، رد إيصال من خلال هذا المشهد أحيانا رمزية النقود التي يحصل عليها بعض الأطفال من هذا العيش، أنها ليست
كافية لكي تلبي احتياجاته كطفل. بينما عندما وصل إلى البيت وكسر ذلك الصندوق، نعم هو رمى بأوجاعه ودلالة على رغبته بالخروج من هذا الواقع، رغبته على كسر حاجز الصمت بعيشه هنا. عندما كسر الصندوق، نعم رمى بأوجاعه وألامه لكي يخرج إلى عالم آخر، نظر إلى السماء علها تكون ساعة، وعلى تكون ساعة أمل لمستقبل أجمل ومشرق أتمناه. أخبرنا عن كواليس تصوير فيلم تائهون، كم استغرق معك من الوقت؟ كيف كان تعاون هؤلاء الممثلين الصغار معك أيضا؟ الفيلم استغرق 4 أيام تقريبا كتصوير في العاصمة الأردنية عمان. كانوا أطفال جميلين جدا في التصوير، رغم وجود بعض المصاعب بأنهم التقمصوا تلك الأدوار الحزينة. نعم. لأن الطفل بعفويته ودائما دائما الطفل لا يحب الحزن، دائما بغريزته وفطرته أن يكون فرحا. نعم. كان هناك مصاعب في إيجادهم في هذه الأدوار وزرعهم هنا. واجهت بعض المصاعب كوني كنت وحيد في التصوير. بنظري هو هذا الذي يميز العمل، بانه كان انتاج شخصي يحمل بعض الفرديه في الفيلم، وهذا اكبر دليل على الاراده في تصوير هذا الواقع. كان التصوير جميل جدا، الجميع كان متعاون معي بارسال المساعدات المعنويه، كان دائما في مساعدة بعض الأصدقاء في التقوية النفسية قبل الجسدية. طب من هذا المنبر أشكر كل من قدم المساعدة لإنجاز هذا العمل. نعم عبد الهادي، أنت الكاتب والمخرج في آن معا، هل يشكل ذلك إضافة للعمل أم الأفضل أن يكون لكل منهما دور منفصل؟ بنظري عندما يكون السيناريست الذي يكتب السيناريو هو المخرج، يوفر على نفسه ان يشرح الخطوات للمخرج للقيام بهذا العمل. دائما الذي يكتب السيناريو يقوم بنفسه بعض الافكار وبعض المغزى الذي يريد ان يوصله الى الجمهور. هي احيانا تكون عقبه واحيانا تكون نقطه نجاح تضاف الى هذا العمل. بالنسبة لدي كان هو نقطة نجاح، لأنني أعلم ما هو الذي أريده من هذا العمل، أعلم ما الذي أريد إيصاله للجمهور من خلال الفيلم، لذلك لن تكون عقبة ونقطة سلبية لي، بل على العكس تماما. برأيك ما أبرز الصعوبات التي يواجهها صناع الأفلام القصيرة الشباب، يعني أبرز الصعوبات التي يواجهونها في العالم العربي؟ حقيقة أكبر وأبرز الصعوبات التي يواجهها الشباب الذي يصنع الأفلام هي الإنتاج. أحيانا ضعف الإنتاج يمكن أن يلغي بعض الكثير أو الكثير من المشاهد في العمل. بالنسبة لدي الكثير من المشاهد ألغيت بسبب عدم وجود معدات كافية لتصوير بعض المشاهد، لذلك عملية الإنتاج هي الأصعب والعقبة الأكبر التي تواجهنا كصناع افلام. مسؤولية من هذا الموضوع؟ يعني على من تلقى هذه المسؤولية؟ ألقي المسؤولية على بعض المؤسسات الممكن أن تكون مدنية أو تكون حكومية أحيانا. يجب أن يكون هناك دعم لوجده في شخص ما الموهبة الكافية. نعم. لإنتاج عمل له. أحيانا يكون أيضا اللوم على بعض المواقع السينما. دور السينما يجب أن نعرض بعض الأفلام التي تكون ذات هدف وذات مدلولية أيضا. ابقى معي عبد الهادي، دعونا نشاهد المقطع الأخير من فيلم تائهون ونعود لاستكمال النقاش مع مخرج الفيلم.
مضى عامان يا أمي على الولد الذي أبحر برحلته الخرافية وخبأ في حقائبه صباح بلاده الأخضر وأنجمها وأنهرها وكل شقيقها الأحمر. عبد الهادي، المشهد اللي لفت نظري كما تحدثنا من قبل أنه الولد رمى بأوجاعه، رمى بآلامه، ثم ذهب إلى الغابة ورأيناه، الغابة مليئة بالأشجار، ورأيناه يفترش الأرض. ما الرمزية خلف هذا المشهد؟ نعم، عندما رمى بذلك الصندوق الخشبي وذهب إلى الغابة، هو ركز على أمر الخروج من واقع كما تحدث منذ قليل. ربما كان يريد أن يذهب إلى عالم أجمل ومستقبل يوفر له التعليم ويوفر له الحياة الطيبة. الغابة هي بنظري ترمز وتدل على اتساع، ولكنها أيضا تدل على الضياع أحيانا وعلى أن يكون الإنسان تائه فيها. هو ذهب من حلم أيضا إلى ضياع، واجه الكثير من اللوم والعتاب حقيقة من قبل الأصدقاء، بخصوص النهاية الحزينة بأنه ذهب إلى مستقبل مجهول ومستقبل وواقع أيضا. عندما رأيناه يفترش الأرض، ليش تقصدت أن يكون في صوت أوبيرالي حزين يرافق الولد؟ نعم، أنا أردت من هذا المشهد كما قلت منذ قليل، أنا لا أريد المجاملة ولا أريد النهايات السعيدة في الفيلم، أريد أن أصور الواقع كما هو لعله يتم تغييره ويتم تحسينه. هو افترش الأرض بخريطة وطن سوريا دلالة ورمزية إلى أن الإنسان مرجعه إلى ذلك، إلى وطنه في النهاية، وهي الوحيد التي تؤمن له الحياة الكريمة، وأتمنى ذلك لنا جميعا. بس أنت ختمت بموسيقى وختمت بشعر، هل برأيك لأنه الصوت أكثر تعبيرا عن المشاهد الصامتة التي رأيناها؟ نعم، يجب على الكاتب العمل او مخرجه ان يستخدم بعض الاشياء التي تجذب المشاهد وتؤثر في نفسه لايصال هذه الرساله. الصوت الاوبيرالي هو صوت قوي جدا، يدخل الى مسامع الاشخاص، ودائما فينا نحكي انه ممكن يدخل بداخل الانسان بعض هذه المشاعر، ينقلها من الفيلم الى داخل الانسان. الشعر كما تحدثت منذ قليل ايضا انه يحمل مشاعر الحنين الى الوطن، الحنين الى الذكريات، الى الماضي الجميل، بالاضافه الى الحلم بمستقبل افضل ايضا. راينا اليافطات، يعني واحده من اليافطات تقول امل بلادي، واليافطه الاخرى تطالب بالتعليم. لماذا هاتين اليافطتين بالذات وهاتين الرسالتين؟ بالعلم تبنى الدول، جميعا في هذا الأمر، لأن سوريا كونها تعيش الآن في الأحداث الحالية هي تحتاج إلى أبنائها، تحتاج إلى من سوف يعمرها إن شاء الله. لذلك أنا تعمدت أن أذكر أنهم أمل، الأجيال القادمة والأجيال الحالية هي أمل لهذا الوطن ولكل الشعب السوري. وأيضا من خلال هذه الرسالة نوصل رسالة إلى الأهالي والعائلات السورية. بعض العائلات تمنع أطفالها أحيانا من الذهاب إلى المدارس. هنا رسالة واضحة للأهالي، علموا أولادكم لكي لا نكسر المنظومة التي تعودنا عليها بأن الشعب السوري هو شعب متعلم ومثقف. نحافظ على هذه المنظومة، وهي رسالة واضحة إلى الأهالي أيضا. لماذا تتقصدت أن تكون هذه الرسائل باللغتين العربية والإنجليزية؟ يعني شفنا ترجمة لليافطات وترجمة للشعر أيضا. نعم، دائما أي فيلم يطمح أن يصل إلى العالمية يجب أن يكون بجميع اللغات. لو تركته باللغة العربية ربما من شاهده غير العربي يجد صعوبة في مشاهدته والفهم الصحيح لرسائله. عندما اتجهت الفتيات إلى الأمام نظرنا أو شاهدنا تلك اليافطات باللغة الإنجليزية. نعم. لكي يصل إلى أكبر جمهور، وأنا أطمح أن يصل إلى الجمهور الغربي أيضا.
قبل أن أختم معك عبد الهادي، ما هي مشاريعك المستقبلية؟ هل ننتظر منك عملا جديدا مثلا؟ إن شاء الله هناك أعمال مستقبلية، أفكر الآن في أفكار أن ولكن يمكن أن يكون أطول فيلم طويل يصور الأحداث السورية بقالب درامي تدور قصتها حول شاب وفتاة. أتمنى أن أكون محل هذه الثقة، وأتمنى أن أكون قادرا على إنجاز هذا العمل. في الختام أيضا أشكرك بدر على الاستضافة الجميلة لكل كادر العمل. هذا الفيلم باختصار شديد هو رسالة حب وسلام وأمل من سوريا إلى العالم أجمع. شكرا جزيلا لك عبد الهادي خليل الركب المخرج السوري الشاب، كنت معنا من عمان. وبهذا مشاهدينا تكون حلقة الليلة من هاشتاج قد انتهت. تذكروا دوما أن تراسلونا بالقضايا التي تشغلكم لعل واقعا يتغير، أو على الأقل وعيا يزداد بهاشتاج. تصبحون على خير وفي أمان الله.